سيمتريك واسيمتريك. سيمتريك اكو نوعين اللي هو سيمتريك ايفن سيمتريك اود. سيمتريك اللي هي شنو معناها؟ معناها انه النقطة شابهة نقطة بالثانية باتجاه السالب، هذا السالب هذا الموجب، مثلا هنا أنا واحد خلينا نقول قيمته هنا، هنا شنو قيمته؟ أما نفس الشيء، أما مثلا سالب واحد وهنا شنو هو؟ واحد. بما أنه متناظرة الجزء الموجب نفس الشيء بالنسبة السلام عليكم طلاب، أشرح لكم عن المحاضرات جزء جزء. أول لكشة اللي هي عندنا شنو هي؟ عندنا ثلاث أنواع اللي هي السحورية، discrete non discrete و symmetric و asymmetric و periodical و aperiodical. أوكي، discrete هي شنو هي؟ عندنا نون ديسكريت. اوكي، النون ديسكريت دي شنو عندنا؟ انه اي نقطة بالاكس اكسس، هذا الاكس هذا الواي، اي نقطة بالاكس مثلا هذا واحد المفروض تقابلها نقطة وين؟ بالواي. اوكي، هنا انا مثلا اثنين اكو مثلا هنا نقطة، ثلاثة اكو هنا نقطة، فايش يصير له؟ ديسكريت. نون ديسكريت هي شنو هي؟ مثلا في هاي النقطة نقطة صفر عندنا معادلة تساوي شنو؟ واي تساوي واحد على اكس، اكس بالصفر شي يساوي واحد على شنو؟ على صفر. اذا هنا صارت انفينيتي، اذا هاي شنو هي؟ نون ديسكريت. ليش؟ لان بهالنقطة شنو ما كان اكو قيمة لمن؟ للواي بالاكس. اوكي، هاي اول حالة. الحالة الثانية يصير حولها شنو؟ سيمتريك. سيمتريك و نون سيمتريك، سيمتريك تنقسم لمن؟ قسمين، واحدة يصيح لها even يعني زوجي، والثانية يصيح لها odd. اوكي، ال even وال odd اللي هي شنية؟ سيمتريك هي شنية؟ متناظرة. عندنا هنا ال x، عندنا هنا ال y، عندنا هنا موجب x، عندنا هنا سالب x، عندنا هنا موجب y، وهنا عندنا شنو؟ سالب واي. فإذا النقطة هنا مثلا على واحد، لوكيشن واحد كانت تجد قيمتها ثلاثة، لوكيشن سالب واحد كانت تجد قيمتها سالب ثلاثة. إذا ها شنو هي؟ متناظرة، لأن الجزء الموجب اللي بهذا المكان يشبه من أمه هذا المكان، فالسحولة متناظرة. بس متناظرة even لو odd odd. ليش؟ لأن الجزء الموجب موجودة وهاي عكسها، فالسحولة odd. بينما لو كانت لا كانت هيج، كانت الاكس هنا شنو؟ ثلاثة، وهنا كان شنية؟ هم بالواحد، لا سالب واحد لا بالواحد، كان اثنين ثلاثة، اذا شو يصير له؟ سيمتريك ايفن. اوكي، اما اذا كانت هي شكلها ما لها علاقة، فايش يصير له؟ نون سيمتريك، لأنه غير متناظر، يعني الجزء الموجب ما يشبه الجزء السالب. زين، عندنا أخير نوع اللي هو شو يصير له؟ بيريوديكال. بيريوديكال أو نون بيريوديكال؟ بيريوديكال هي شنو هي؟ أي إشارة تعيد نفسها، لأن الساين ويف كل 360 شو تسوي؟ تعيد نفسها. أوكي؟ فشو يصير له؟ بيريوديكال. يعني هذا الجزء و 180 درجة شو راح يصير؟ ينعاد. اوكي، نعم، ما ترى 180 درجة شو راح يصير؟ يرجع ينعاد، وهكذا تبقى مستمرة. فايش يصير لها؟ بيريوديكال، تنعاد الموجة. بينما اذا كانت لا، هذه الموجة صحيح معيودة، بس هنا شنو اتأخرت، يعني من هالفترة من هذا المكان، هذا المكان استغرق قد 180،
من هالنقطة لهالنقطة فرق لا 360، نفس الشيء ظلت ما متفقة مثلا هنا 370 إلى آخره. أسرح له نون بيوديكال لأن مدى تنعاد في شكل الموجة تنعاد. أو عندنا مثلا هذه نقطة وهرجعت هيج وهيج واستمرت هيج، أشرح له شنو؟ نون بيوديكال. ليش نون بيوديكال؟ لأن مدى تنعاد الموجة. أو إذا عندنا مثلا هذه الإشارة كأنها هيج، هاي مستحيل تنعاد، يعني ما راح ترجع ما تلف فترة تصير هيجي أو هيجي، أوكي؟ فتبقى شنو؟ نون بيريوديكال، أوكي؟ فذني ثلاثة أنواع اللي يصيحوا الحين، اللي عندنا، عندنا هنا أنا شنو؟ أمثلة، هذا أول سؤال، هذا شنو؟ النقطة الأولى. أولى أنواع find the signal if, if it is discrete or non discrete periodical or non periodical symmetric or asymmetric. أول شيء هذا شنية بما أنه هذا الاتجاه تتبعون أخي واحد هو ثلاثة وهذا ثلاثة، هذا هو اثنين واحد وهذا واحد، أخي واحد هذا نص نص بالنص، هذا واحد وهذا واحد. لأن هاي الإشارة أول شيء symmetric. ليش symmetric؟ لأنه هذا الجزء يشبه هذا الجزء بما انه مقلوبه يصبح له اود. شغله ثانيه periodical non periodical، ليش؟ لان ما تنعاد الموجه ما بيها تكمله، اوكي. بقى اخر شيء اللي هو شنو؟ discrete. discrete ليش؟ لان كل نقطه بيها شنو موجوده قيمه. زين نرجع وين؟ هذا السيجنال، هذا السيجنال هي شنو؟ 90 تتباعد 92 واحد 180 72 360 الى اخره. فشنو معناها؟ The signal discrete. اوكي لأن كل نقطة اكو شنو؟ value. periodical لأنه معيودة الإشارة. symmetric odd ليش؟ لأن الساين ويف لا منتبهين عندنا الساين ويف هاي شكل، اوكي. الجزء السابق شرح ترجع هيج. فإذا ها شنية سيمتريك بس شنو؟ أود. لأن هذا يشبه منه، هذا الجزء يشبه منه هذا الجزء، أوكي. هنا عندنا شنو؟ إكس تربيع، هذه معادلة معطيك واي إن واحد على إكس تربيع. نجي إذا بدنا نرسم y ال n تساوي واحد على x، y ال x اللي هو داخلها تساوي شنو؟ واحد على x. هنعوض مثلا x تساوي ايش قلت؟ صفر. y صفر شو يساوي لي؟ واحد على صفر وتساوي انفينيتي. زين y الواحد شو يساوي لي؟ واحد على واحد ويساوي لي واحد. y الاثنين يساوي لي واحد على اثنين ويساوي لي نص. نفس الشيء ارجع وين؟ واي سالب واحد راح يطلع لي سالب واحد على سالب واحد ويساوي سالب واحد، اوكي. واي سالب اثنين نفس الشيء يطلع لي سالب نص وهكذا، اوكي. بس اذني اريد اعرف هاي النقاط مالتها، اذا اريد اجي اكتبها ارسمها بالصفر ما لها قيمة انفينيتي، بالواحد شنو قيمته؟ واحد، بالسالب واحد قيمته شنو؟ سالب واحد، بالاثنين شنو قيمته؟ نص، بالاثنين هنا شنو قيمته؟ أما سالب اثنين هم نص، سالب نص. زين أول حاجة هاي الإشارة هي periodical non periodical لأن ما راح تنعاد، أوكي. زين الشغلة الثانية هي symmetric asymmetric لأن هذا الجزء إذا تباعون هذا الجزء يشبه من هذا الجزء بس شنو هي؟ odd. زين أخير شيء اللي هي discrete non discrete ليش؟ لأن عندي بهاي النقطة كان شنو
انفينيتي. اوكي اذا هي شنو هي؟ نون ديسيبلت. زين كمل. لا تكمل مع الحال واحد على تسعة نهاية ذا تربيع، تربيع نفس الشيء بس هنعادلها بس تطلع ايفن. هسه لا نفس الشيء عندي واي تساوي 3 اكس تكعيب، فحجي نفس الشيء واي تساوي 3 اكس تكعيب، حجي واي صفر شي يساوي لي 3 في 0 تكعيب يساوي 0، واي الواحد شي يساوي 3 في 1 تكعيب ويساوي 3، واي الاثنين ويساوي 3 في 2 تكعيب، 2 تكعيب يساوي لي 2 في 2 في 2 اللي هي 8، لأن 3 في 8 يساوي لي 24 وهكذا. زين أرجع نفس الشي واي سالب واحد شي يساوي لي 3 في سالب 1 تكعيب يساوي -3، نا واي -2 نفس الشي راح يصير 3 في 8 -8، شو راح يصير لي؟ -24. سوا حجي المن أجي أرسمها بالصفر هنا صفر، هنا صفر، أوكي، بالواحد هي قيمة 3 هنا، -1 هي قيمة شقد؟ -3، هنا -3، بالاثنين هي قيمة شقد؟ 24، -2 هي قيمة شنو هي؟ 24. اوكي اذن ها شنو هي سيمتريك. اوكي اود. زين الشغله الثانيه هي شنو هي؟ نون بيريديكال. اخر شيء اللي هي شنو هي سيمتريك نون بيريديكال، اخر شيء اللي هو النظام اللي هو سيمتريك هذا وبيريديكال، والثالث اللي هو شنو هاي؟ ديسكريت. ديسكريت واجههم ديسكريت. ليش ديسكريت؟ لأنه فيها فاليو بكل مكان. نجي هذا تو ذا فولو عندي لهذا وات تساوي يو اوف ان، هنا انا عندي بشفتها مقدار -5 وهنا بشفتها بمقدار -8. زين بما انه طاني يونت ستيب، يونت ستيب قانونها شو يقول؟ يقول ان هي من الصفر وفوق هي قيمتها 1، يعني هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 1 الى اخره حد الانفينيتي موجب انفينيتي. اليو ماينس واحد شنو معناها؟ معناها احنا اذا نشفت بزيادة واحد هاي مو شغلتها سالب، مش نسوي كأنما وشات تبدأ من الصفر راح تبدأ من الواحد، من الواحد وفوق انه شنو هي؟ واحدات. اوكي اليو ماينس اثنين هم نفس الشيء، بدل ما راح تبدأ من الواحد راح تبدأ من الاثنين، هي قيمتها 1 تستمر. بينما انا جاي قال لك يو ماينس زائد 3 شنو معناها؟ بما انه هاي تطلب الاشارة مالته فشي يصير الشفت مالته ترجع شنو؟ 1 2 3، فمن -3 وفوق تبقى شنو هي؟ 1. طبعا تقدر تطبقها قبل، شلون تطبقها؟ تقول واي واي صفر، خلينا نقول يو في الان ماينس 1، واي صفر ايش راح يساوي؟ يو ان صفر ناقص 1 ايش راح يطلع لي؟ يو سالب 1. يو سالب 1 هي ايش قلت؟ صفر. ترجع واي الواحد ايش يساوي لي؟ يو الواحد ناقص 1 ويساوي يو الصفر اللي قيمته ايش قلت؟ 1. بينما هنا واي الاثنين نفس الشيء
يو 2 ماينس 1 تساوي يو الواحد، تبقى شنيه؟ واحد، وتبقى للأمانة هنا هاي واحد. بينما الحالة الثانية اللي هي شو نقول؟ يو ان زائد 3، شوفوا واي صفر شو يساوي؟ يو صفر ناقص زائد 3، راح تطلع لي يو 3. اذا ها شنيه؟ واحد، لازم ارجع لي واحد. واي سالب 1 شو تساوي لي؟ يو سالب 1 زائد 3، راح يطلع لي يو المن جذر 2 ام 1. ارجع لي الواي سالب المن سالب 2، يو سالب 2 زائد 3 شو يساوي لي؟ يو 1. هم باقة موجبة، اذا 1. اخر شيء ايش عندي؟ يو سالب 3 شو راح اسوي لي؟ يو سالب 3 زائد 3 شو يساوي لي؟ يو صفر اللي هاي بدايتها 1. بس اذا اجي يو سالب 4 راح اجي شنو؟ يو سالب 4 زائد 3 يو ماينس 1 شو راح اسوي لي؟ صفر. ليش؟ لان احنا قلنا اليونت ستيب هي من الصفر هذا الداخلي، الحد الانفينيتي موجب وقيمته 1، بينما اذا يو نال انشاته سالب اللي هاي الان اللي نحكي عليها هاي بالنص، يعني سالب 1 او سالب 2 سالب 3 هي قيمتها ايش؟ صفر. سنجي وين؟ طبعا نفس الشيء نفس الحال. انا امباص، الامباص نفس الشيء، بس شنو الفرق الامباص عن اليونت ستيب؟ امباص اللي هي هاي شكلها امباص، امباص هي فقط بالنقطة صفر هي قيمتها 1. زين اذا اردت هذا الواحد اوديه بغير مكان شو اسوي له؟ امباص شفته، اذا ان ماينس 1 معناه شنو؟ بما انه هذا اني ماينس 1 معناه شنو؟ هالنقطة الواحد حيصير شنو؟ 1. بينما امباص ان ماينس 3 شنو معناه؟ 1 2 3، بالثلاثة راح يصير شنو؟ 1. البقية شو يصير ذني؟ صفر. وهاي صفر وهاي صفر. فإذا شفت إذا قلنا امبلس ال n زائد 4 شنو معناها؟ امبلس ال n زائد 4 معناها في لوكيشن رقم سالب 4 1 2 3 4 وسالب 4 راح يصير قيمتها شنو؟ 1. بقيتها نفس الشيء. إذا أريد أطبقها نفس الشيء أقول له يابا واي الصفر شو يساوي؟ امباص ال n يو الصفر زائد 4 ويساوي صفر. احنا شو نريد؟ ننقصها لحد ما نوصل للصفر. واي سالب 1 راح اجي امباص سالب 1 زائد 4 ويساوي لي امباص 3 همات صفر، لان احنا فقط هاي بالنص. اذا صار صفر يلا واي سالب 2 نفس الشيء راح يطلع لي امباص اثنين ساوي صفر، واي سالب ثلاثة هطلع لي امباص الواحد وساوي صفر. اخي شي من واي السالب اربعة شو راح يسوي لي؟ امباص الاربعة ماينس اربعة زائد اربعة ويساوي لي امباص الصفر هيطلع لي واحد. ففقط بنقطة رقم اربعة احصل واحد. زين عندنا هذي. Find and draw the following sigma. X هي شنية؟ بس خلنا نقولها. X ال1 شو يساوي لي؟ 1 3 8 0. اوكي. X ال2 شو يساوي؟ 10 9 8 1. هنا انا مكتوب n تساوي شنو؟ 4. هنا مكتوب n تساوي شنو؟ 5. اقول لكم شنو الفرق بينهم. شو يريد؟ خلينا نقول مثلا يريد x زائد y، x1 زائد x2، زين هي هاي السمة. زين شنو هنا n تساوي 4؟ يعني اول لوكيشن اللي هو هذا
مين يبدأ؟ يبدأ أربعة. لوكيشن وا يبدأ خمسة، لوكيشن وا يبدأ ستة، لوكيشن وا سبعة. بينما الان شنو معناها؟ يعني هذا هو البداية، هذا الخمسة، هذا الأربعة، هذا الثلاثة، هذا الاثنين. من نبدأ بالنهاية؟ من نبدأ بالبداية؟ أوكي؟ زين، راح نجي شو نسوي؟ إذا عدنا نرسمها. الرسم الأول من يبدأ؟ يبدأ من أربعة. إذا لوكيشن رقم أربعة إيش قد يساوي؟ واحد. لوكيشن رقم خمسة يساوي ثلاثة. لوكيشن رقم ستة يساوي ثمانية. لوكيشن رقم سبعة يساوي صفر. أوكي، هاي سبعة، هاي أربعة، أربعة خمسة ستة. بينما الثاني اللي هو الإكس تو، لوكيشن رقم هذا أول واحد اللي هو عشرة، هو ميجيت اثنين. يعني لوكيشن رقم اثنين، واحد نعوفه اثنين، شقد قيمته؟ عشرة. ثلاثة شقد قيمته؟ تسعة. أربعة شقد قيمته؟ ثمانية. وأخي واحد الخمسة شقد قيمته؟ واحد. هذا خمسة، هذا أربعة، هذا اثنين، هذا واحد. زين، شو يريد مجموعهن؟ مجموعهن أو تشفيتهن؟ إذا قلنا نشفت مثلا هذا مقدار واحد، شو راح يصير؟ اكس اللي هو شنو؟ مثلا بدنا نشفته اكس ال1، بدنا نشفته شنو؟ ان ماينس واحد. قد نقصناه؟ واحد. ماشي، هو من كان يبدأ؟ من الأربعة. من راح يبدأ؟ من الخمسة. ليش؟ بس أشوف ليش. بس راح نبدأ اكس أول شي كانت من تبدأ؟ من الأربعة إلى من أنا. راح نقول ان الأربعة ناقص واحد شو راح يصير؟ فيصير اكس ال1 دول ثلاثة. الاكس الثلاثة اكو له قيمة هنا؟ لا. ده شنو قيمته؟ صفر. بس اكس بدينا اربعة فوصلنا خمسة، فخمسة ناقص واحد شو راح يصير لي؟ اكس الاربعة ويساوي شو قد قيمته هنا بالاكس الاربعة؟ واحد. نفس الشي راح نجي نعوض الستة، اكس الستة ناقص واحد ويساوي اكس الخمسة. اكس الخمسة شقد قيمة عليه؟ ثلاثة. اكس السبعة ناقص واحد شو راح يساوي لي؟ اكس الستة، اكس الستة بهذا اللوكيشن قد ما تساوي؟ ثمانية. وهكذا اخر شي لازم شو احنا على اربعة بدينا، وخمسة وستة وسبعة راح نبدأ. وهسه حنسوي ثمانية. ثمانية ناقص واحد تساوي اكس السبعة. اكس السبعة ايش قد تساوي؟ قيمة صفر على هذا. اوكي، فهو بما معناه شفت بهذا الاتجاه. بدل من هنا كانت خمسة، حصل هنا شنو؟ خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي زين، اذا بدنا نجمعهم، نجمعهم شو نسوي؟ واحد ثلاثة ثمانية صفر. جمع شنو؟ سامو كانت واحد ثلاثة ثمانية صفر، يمكن ثمانية صفر، خلينا نقول هاي اكس واحد. اكس تو شو يساوي؟ نقول على سبيل المثال هذا عشرة، اثناعش، تسعة، ثلاثة. هاي تبدأ من أربعة، يعني أربعة على N تساوي، على N مالتها ايش قد تساوي؟ خمسة. خلينا نقول شو نسوي؟ نسوي جدول. من أعلى قيمة احنا شنو معناها؟ يعني تبدأ خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. من أقل قيمة؟ الاثنين ولا أربعة؟ الاثنين. فحبدأ بيا لوكيشن رقم اثنين. هذا لوكيشن هو شنو؟ ثلاثة. من أعلى قيمة موجودة هنا؟ أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يعني على آخر شيء شو راح أسوي؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بمعنى هذا اللوكيشن رقم اثنين، هذا اللوكيشن رقم ثلاثة، هذا اللوكيشن أربعة، هذا خمسة، هذا ستة، هذا سبعة. أجي أنزلهم. هذا واحد وين أخليه؟ باللوكيشن رقم أربعة. واحد، ثلاثة، ثمانية، صفر.
نجي على الجوال الاكس 2 نفس الشيء احاسيم اربعة من يبدأ اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة راح نجي لاني مو موجود هذا باللوكيشن او على عوضها صفر نجي على الاكس 2 اعوضها اول لوكيشن شقد هو كان انا عشرة لان بالاثنين لوكيشن و 12 لوكيشن و 9 و 3 لاني ما عنده عوضها صفر بس اذا اريد اريد مجموعين اجمع و 0 زائد 10 ايش قد يطلع لي 10 خلينا نقول هذا اكس 3 ايش يساوي 10 12 زائد 0 12 1 زائد 9 10 3 زائد 3 6 8 زائد 0 8 اخر شيء صفر اوكي هذا هو حاصل شنو x1 زائد شنو x2 يساوي شنو x3 شلون عرفتها العلم هنا شنو 4 شو اسوي ابدا هذا اللوكيشن مالته هذا هو x اول مكان من يبدا 4 و شنو 5 و منو 6 و 7 نجي على الجوال هذا قال لك الاند مالته اللي هو النهاية شقد خمسة اذا هذا رقم ثلاثة هو خمسة و شنو اربعة و ثلاثة و اثنين سنشوف منو اعلى شيء الان هنا الان من بادي اثنين فخلي اول لوكيشن مالتي هو رقم اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة لا اكبع شيء لا ارجع اشوف منو اعلى ان دي مني سبعة اللي هو هذا سبعة فبديت من اثنين خليته سبعة بقى بس اسطرها وخليته